السلام عليكم البنات، نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال ويلقاكم بخير ويلقاكم فرحانين في الحياه ديالكم. سمحوا لي بزاف تعطلت عليكم، غير الوقت وشي ظروف وصافي. وكنشكر بزاف الناس اللي سولوا فيا والناس اللي كيشجعوني والناس اللي كيقولوا لي فين غبرتي، كنشكرهم بزاف. كنرحب بالناس اللي تابونوا عندي في القناه جداد، وكنرحب حتى بالناس القدامين حتى هما اللي عندي في القناه علاش لا. وكنشكر الجميع. انا جبت لكم بواحد الفيديو جديد نتمنى يعجبكم. درت لكم واحد الجوله خفيفه في واحد المدينه فرنسيه، مدينه مونبولي. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. بالنسبه للناس اللي بغاو ياخذوا فكره، مثلا الناس اللي في المغرب ولا هنا اللي في اسبانيا، اللي عمرهم ما شافوا هذه المدينه، ياخذوا فكره ولو غير فكره بسيطه كيفاش دير هذه المدينه. المهم انا صورت لكم شويه واحد المقتطفات، ولكن هذه المقتطفات راه شويه شامله. المهم هذه البلاصه هو السنترو ديالهم، احسن بلاصه تقدر تمشي ليها تما هي هادي، فين كيمشيو الناس التوريس ولا الناس اللي كيجيو من برا كيبغيو يكتشفوا المدينه ويعرفوا شنو فيها. هنا فين كيمشيو هي فيها واحد المناظر زوينه، فيها واحد المناظر زوينه وفيها مهم بزاف د المناظر فيها ما يتشاف هاد المدينه. وكما كيعرفوا الناس اللي هنا في برشلونه ما بعيداش علينا بزاف، واحد 3 سوايع ونص او 4 كاع الماكسيموم، قريبه ما بعيداش بزاف. انا كنت دوزت فيها شي ايام تقريبا واحد الاسبوع. فيها وفي الضواحي ديالها المهم، وعجبتني انا صراحه، عجبتني بزاف هاد المدينه. ترانكيل وفيها بزاف ما يتشاف، وكاينين مواقع فيها بلايص فيها زوينين فنين. وهي اوروبا تقريبا كامله كيف كيف، كامله عندهم واحد النمط ديال معيشي كيف كيف. المهم واخا كتختلف ولكن شويه ماشي بزاف. انا عجبتني بحيت ترانكيل، ولفت هنا برشلونه، كتعرفوا برشلونه كي دايره. بالنسبه للناس اللي في المغرب غنشبه ليهم شويه، هي دايره بحال كازا، دايره بحال الدار البيضاء. هنا عجبتني هذه المدينه لانها شويه ترانكيل وشويه الناس قلال فيها، ماشي قلال فيها يعني، ما كاينش داك الهرج برا. هنا عندنا برشلونه شويه محركه بزاف هكا، بهاد محركه بزاف يعني، الطوبيسات المتروات ترى يعني فيها بزاف. المهم هنا عجبتني ترانكيل عندهم. المهم درت لكم واحد الجوله شامله هاد السنترو ديالهم، الناس فين الناس اللي كيجيو من برا في كيمشي وشنو كيشوفو. هو هادشي قالوا ليا كيكون زوين، هاد البلاصه كتكون زوينه بالليل اللي كتكون عندها حلاوتها، لان كيكونوا الضوا وساهلين وكيكون المنظر زوين وكيكونوا الناس وما قالوا لي هاد البلاصه كتكون زوينه بالليل. وهاد البلاصه بالنسبه للناس اللي هنا في اسبانيا هي دايره عندهم تقريبا بحال بلاصه كاتالونيا عندنا حنا، غير حنا هنا بلاصه كاتالونيا ما تلقايش فين تحط رجليك، هما عندهم هادشي ناقص شويه.
الناس ياخذوا فكره بالنسبه للناس اللي في المغرب ولا بغاو يشوفوا بغاو يشوفوا الدوله الفرنسيه كي دايره، ولا بالنسبه للناس اللي هنايا اللي عمرهم ما مشاو للمهم ولا واخا قريب كيف ما سبق ليا قلت لكم 3 سوايع ونص 4 سوايع الماكسيم، واللي مشى بشويه 4 سوايع في ساعه. سمحوا لي كنتعطل عليكم بزاف مده تقريبا وقيله شي 15 يوم ولا ما حطيت لكم شي فيديو، عندي مصورين ولكن غير اللي يدير لهم المونتاج ويقادهم ويحطهم والو لا يسال العكس قاتلنا. لاحظت واحد الاختلاف ما بين هنا اسبانيا وتما، هنا اسبانيا كاين القهاوي بزاف القهاوي بزاف، ولكن هنا عندهم هما قلالين ماشي بزاف قلالين القهاوي، حنا عندنا هنا القهاوي بزاف كاينين. بالنسبه للاسواق كيبقاو تقريبا كيف كيف، شي سوبيرات كيكون هنا شي سوبير كاين هنا في اسبانيا ديالهم ديال اسبانيا، وكيكون عاوتاني حتى هما في فرنسا عندهم شي سوبر ديالهم ديال فرنسا ما كاينش هنايا. اما الاغلبيه كيف كيف ليدل كيبقى فين ما مشيتي في اوروبا كامله، مثلا الكامب حنا كنقولوها في اسبانيا الكامبو، هما كيقولوا اوشو في فرنسا كاين تقريبا فين ما مشيتي، كارفور كاين حتى في المغرب، يعني دوك الاسواق الماكرو حتى هو كاين ماكرو كاين هنا عندنا كاين حتى في المغرب. الاغلبيه الاسواق والماركات فين ما مشيتي كيف كيف، يعني لا بالنسبه للماركات ديال الحوايج لا هكا ديال الصبابط كيف كيف كي هنا كي تما، هو كيبقى غير شويه على حسب الاثمنه. هنا شويه كي هنا شويه كاين الرخاء، مثلا دخلت لواحد التيندا ديال اديداس، انا قبل ما نمشي كنت مشيت للتيندات هنا ديال اديداس، كانوا خصوني شي بامبات شي سبرديلات باش الناس يفهموا كاملين، كنت مشيت يعني كنت عارفه الاثمنه شحال كيديروا هنا وهادي واخده فكره. اللي مشيت لتما جبرتها قدامي وانا ندخل، قلت ندخل نشوف، لقيت الاثمنه مرتفعين على ديال هنا، لقيت كاين فرق كبير، نفس برديله كيف كيف، وتما زايده كاين اختلاف شويه في الثمن صراحه ديال الماركات. بالنسبه للروايح الماركات مختلف، هنا شويه كاين الرخاء، تما صراحه مرتفع الاثمنه. المهم انا هادشي اللي بان ليا، وانا كنقول الصراحه هذا هو الفرق، وكتبقى من طبيعه الحال كل بلاد متبيزه بشي حاجه ديالها، وكل واحد البلاد اللي مولف كيعيش فيها يعني مرتاح فيها. انا هكا هكا زعما في المعيشه ولا هادي نقدر نعيش فيها، نقدر نولفها في ساعه، ما جاتنيش زعما شي اختلاف ولا كي كيقول لكم قناطه ولا لا، انا بالعكس انا نقدر نعيش فيها جاتني مزيانه. هذا هنا قدامي واحد السنترو كبير جمع فيه الداخل كاع التيندات وكاع الماركات ديال الحوايج وكل شيء. وبحال هاد السوق ما عرفت الصراحه واش كاين هنا في برشلونه ولا لا هاد السميه، ولكن في مدريد كاينه، في مدريد كاين بحال هكا نفسه تقريبا كاين في مدريد. درت لكم واحد الجوله خفيفه
في المدينة. المهم نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتشجعوني بلايك وبالاشتراك اللي مازال ما مشتركش في القناة باش ما نبقاش نغبر عليكم بزاف. وبالنسبة للناس اللي بغاو يتابعوني في انستغرام، انستغرام عندي فيه نفس سمية ديال القناة ايام سعيدة، راه بحرف تحت انستغرام. مهم غنبقى نشارك معكم شي تصويرات شي جديد شي. مهم اللي بغا يتابعني راه عندي نفس سمية ديال انستغرام. كيف ما شفتو معايا السمية ديال داك السوق، انا ملي مشيت لتما المهم ملي كتمشي لواحد الدوله اخرى بحكم الفرنسي كتعرفوا حنا راه قريناه جميعا في المغرب وكنعرفوا شويه المهم الفرنسي النطق ديالو وهذا، ولكن بحكم عشت عاوتاني هنا في اسبانيا واحد المده ماشي سهله، المده ديال 12 عام ولا ماشي سهله، يعني راه تقريبا راه غادا النفس غادر تقريبا نص ديال عمري ولا المهم 12 عام ماشي سهله ولا 13 عام صافي. ولفت سبليونيه ملي مشيت بحال بقيت مدوخه شويه كيجيني النطق شويه في شي شكل. المهم كنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم ويكون خفيف عليكم. وبسلام عليكم الى فيديو لاحق ان شاء الله. هذا هو السنتر ديالهم ديال المدينه الداخل هكا يا داير، هو هذا كيف ما هنايا كنقولوا بلاصه كاتالونيا. يلا بسلام عليكم.